فريش وكنا كده خالص اخرك بس. انا كنت بشتغل فريلانس، بدات من الصفر خالص، اتعلمت حاجه، دخلت على كذا ويب سايت، بذلت مجهود كبير، عرفت اعمل اول مبلغ ليا، واول مبلغ جاب تاني مبلغ، جاب تالت مبلغ، لحد ما دي بقت الحاجه الاساسيه انا بصرف بيها نفسي دلوقتي. دي ما قلتش كل ده، لا يعني بدل ما انا انام دلوقتي على السرير وانسى فكره الفيديو وانسى فكره ان انا عايش في دوامة بفوق منها من حين للآخر لما أقع في مصيبة مثلا، بدل ده ليه دلوقتي ما أقولش لنفسي أوكي أنت لسه صاحي من النوم، حتى لو أنت بقالك كتير صاحي، اجهز عشان تنزل تصلي الفجر، اطلع عشان تجهز تاني عشان الساعة لما تيجي 5 6 7 تجهز تنزل الجيم، تطلع تستحمى، تاخد الفطار بتاعك، التزم بالدايت اللي أنت خدته قبل كده، خلص أكلك، اقعد على الكمبيوتر، خلص الشغل اللي وراك، بعد ما تخلص الشغل ابتدي تبراكتس الكمانجا اللي انت سايبها بقالك كتير. لا هي حاجة عايزين نسقي الزرع اللذيذة بتاعتنا، عايز اسميه حاجة، عايز اسميه اسم بس مش عارف بقى بصراحة. بص في هنا ايه، في حاجات هنا بتطلع، يب اقدر اعمل فوكس نايس، في حاجات هنا بتطلع، في حاجات هنا بتموت. It's time to hit the gym. بعد ما نخلص جيم في موضوع لازم نتكلم عليه، بس ننزل الجيم الاول. على النهارده علينا ليك. It's leg day boys. انا عايش على اللمبة دي بقالي سنة عشان انا مكسل اصلح اللمبة اللي فوق دي او ابدلها. يا ده الليفل البؤس اللي انا قاعد فيه. انا بذلت مجهود وجبت بتاع لمبة من هنا كده دي، بس مش عايز ابذل مجهود واركب اللمبة اللي فوق، فدي حاجة لازم نغيرها، ولكن لازم ناخد كوباية القهوة قبل ما ننزل الجيم عشان نعرف. مش عارف، انا بحب اشرب قهوة قبل الجيم على طول. النهارده جاي اتكلم عن حاجة اسمها حازم، مش حد، حاجة اسمها حازم، نو اوفنس لأي حد اسمه حازم مبدئيا يعني، وعشان الكوبرايتس مش انا اللي ابتكرت هذه النظرية، ولكن انا اؤمن بيها جدا يعني. حازم ممكن نمثله في العلوية اللي احنا او اللي انا يعني فيها يعني. فالعلوية اللي فيها دي فكرة ان الواحد ما عايش في لوب كده اللي هو ايه، انا ده مريحني، دي كومفورت زون بتاعتي، ده المكان انا مرتاح فيه، ده حازم يعني، ده حازم جواك. فاحنا بنمثل الحاجات دي كلها كشخص اسمه حازم. وانت وحازم بقى، انت وحازم تلعبوا مع بعض بينج بونج، شوف بقى مين فيه كل ايه اللي هيكسب، ومين فيه كله هيسيطر يعني. فدي النظريه ابتكرها الاستاذ مديون اهو يعني، اللي خش اعمله فولو يعني، ما تكسلوش. ليه بنمثل ان حازم ده شخصيه؟ عشان حازم بيجي يقول لك ايه، خليك قاعد في سريرك، افتح نتفليكس. فهو انت هو عمال يكلمك وانت عمال تقول له اه قشطه تمام. فلما باجي امثل الشخص دوت كحد عمال لي مرني كل شويه اللي هو اعمل ده، طب ما تشتغلش، طب مش عارف ايه، الايجو بتاعك بيتحرك شويه يعني. انا بشوفها بالشكل ده يعني، مش عارف بصراحه اذا كان مبتكر النظريه دي شايفها بنفس الرؤيه بتاعتي يا دينينا. وانس انا بحس ان الشخصيه دي عماله ايه تقول لي اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، الايجو بتاعي عمال يتحرك بقى، انت فاهم؟ تشوف الناس اللي حواليك بتتقدم، هو مش غرور، مش غرور ايه، جطة. ودي مش اول مره بحاول انقذ فيها نفسي يعني، ولكن بعد وقت بلاقي الايجو بتاعي بيحركني شويه، اللي هو انا بسمع ليه كلامك،
فبشكل ما الايجو بتاعي ابتدى يخليني اتخذ قرارات كويسه ليا. يعني الايجو دايما مش شيء سيء في سيتويشن زي ده، لان الشخص ده عمال ايه ماسك عصايه عمال يغزك كده شويه بيها، يلا ما اعمل دي، وانت اصلا انت شهوتك بقى ماشياك بقى، يعني اي حاجه وحشه اي حاجه حلوه، يعني الموضوع بيختلف من شخص للتاني يعني. وزي ما كلنا في ايجو كلنا عندنا حازم. النهاردة امبارح اعتبر يومين ضايعين خالص، مفيش أي استفادة في الشغل، مفيش أي استفادة كبراكتس في أي حاجة. حاسس إن أنا بقع في الدوامة تاني، بس حاول أفوق تاني وأخدكم معايا في البروسيس على قد ما أقدر، عشان أنا مصر إن أنا أعمل حاجة، أنا مصر إن أنا أعمل تغيير. ف إن شاء الله نخلص الشغل اللي ورانا، إن شاء الله نرجع نبراكتس تاني على الكمانجا، نخلص اللي ورانا وننزل الجيم عشان الواحد يخس شوية، ونرجع الكورسات اللي ورانا والكلام ده عشان الدنيا تمشي. طب ايوه ما